مذاكرة قوي، أصلا كل حاجة صعبة وأنا مش بعرف أجاوب على أي سؤال المس بتسألهولي. بحب المذاكرة جدا عشان ربنا أمرنا إن احنا نتعلم، وعشان لما أكبر وأبقى دكتور أو مدرس أو مهندس أفرح قلب بابا وماما، وأنا كمان أبقى فرحان. وأي حاجة صعبة في المذاكرة هذاكرها تاني وبفكر فيها وبعرف أحلها علشان أنا شاطر جدا وماما وبابا بيساعدوني. ازيكم يا صحابي يا شاطرين، عاملين ايه؟ النهارده هحكي لكم حدوته صغنونه. دماغنا الجميله دي فيها اتنين، واحد نوتي خالص وواحد شاطر خالص. بس بصراحه النوتي ده على طول بيضحك علينا واحنا بنصدقه. اول لما ماما تقول لنا تعالوا نذاكر او نحفظ القران او نروح التمرين او نحضر الكورس بتاعنا، الولد النوتي ده يقعد يقول لنا متروحش معاها، اصلا انت مش شاطر، الحاجات صعبة اساسا وانت مش هتعرف تعملها، لا 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 اوعى تروح. ولو جينا بدأنا مذاكرة مع ماما او حفظ قرآن او نزلنا التمرين، كل لما الكابتن او المستر او التيم او المس يقولولنا حاجة نفضل نقولهم مش عارف مش عارف، علشان النوتي ده بيضحك عليا ويقعد يقولي انت اصلا مش عارف اي حاجة، دي حاجات صعبة جدا جدا جدا. بس في الحقيقة ان الولد الشطور عارف كل حاجة، وبيعرف يذاكر وبيعرف يروح التمرين وبيعرف يقرأ ويكتب، وشطور جدا في القرآن. بس احنا على طول بنصدق الولد النوتي ده عشان مش عايزين نتعب خالص ومش عايزين نعمل اي حاجة مفيدة، علشان النوتي ده مش بيحبنا ومش عايز يشوفنا كويسين. لكن لو سمعنا كلام الشطور ده هنبقى احسن حاجة في الدنيا، ولما نكبر الاقي نفسي بقيت دكتور او مهندس او مدرس او زي بابا او زي ماما او زي المستر بتاعي اللي بحبه او زي الكابتن بتاعي اللي بحبه. يبقى الشطور ده عايز مصلحتنا. طب لما يجي النوتي ده يضحك علي أصدقه؟ هقوله لأ لأ، ابعد عن دماغي يا نوتي، أنا شاطر، أنا هعرف، أنا هفكر، أنا شاطر جدا وبعرف كل حاجة لما بذاكرها. يبقى احنا مش هنعرف حاجة لو ما ذاكرناش، يبقى لازم نذاكر ولازم نحفظ القرآن ولازم نروح التمرين. وكل لما بنمسك الكتاب بتاعنا ونذاكر ربنا يديني حسنات كتير قوي ويجيب لي الحاجات اللي نفسي فيها، ولما اكبر ابقى حاجة كبيرة قوي كل الناس عارفاني وكل الناس فرحانة بيا. ها النهاردة هنتفق مع بعض وتتفقوا معايا، بعد كده هنسمع كلام النوتي ولا هنسمع كلام الشطور؟ انا عن نفسي هسمع كلام الشطور. يلا اكتبوا لي بقى هتسمعوا كلام مين.